هيستايتوزس وهنتكلم عن الماستايتوز. طيب نبتدي كده بسم الله. بسم الله نتكلم على الله. نبتدي نتكلم عن الاكسيوز. الاكسيوز موضوع مهم جدا 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 على مستوى النظري وعلى مستوى على المستوى طبعا العملي وعلى مستوى العياده وعلى مستوى كل حاجه. الاكسيوزس مهم تمام. طيب وهو البلك الكبير بتاع الجينو هو اكسيوزس يعني. طيب هو اكسيوزس كده بالبلد يعني ايه؟ احنا بنقول له بنقول للمريض انت عندك ايه في الاكسيوزس؟ بنقول له انت عندك قشره سمكيه. بنقول له انت عندك مرض قشره سمكيه او بنقول له عندك مرض السمكيه. طيب هو ايه المشكله؟ المشكله ان عنده disorder of keratinization. disorder of keratinization ده بيبان في صوره ايه؟ بيبان في صوره حاجه اسمها exotic scales. بيبان في صوره ايه؟ حاجه اسمها exotic scales. ودي تفرق شتان الفارق عن ايه؟ عن psoriatic scales وعن scales بتاعت سيروس الدرماتايتس. لما هتشوفوا يعني شكلها هتقولوا يعني لما هوريكوا في الصور دي هتعرفوا بقى اللي انا قصدي عليه تمام. فالاكسيوتيك سكيلز دي مميزه جدا ودي هي مفتاحنا للتشخيص. طيب القصه بتبتدي ازاي؟ ان انا عندي الاكسيوزس ده كتير قوي وقصص ملهاش اول من اخر. عايزين نحط برود لاينز كده ونتفق على حاجات مع بعض. ان انا عندي حاجه اسمها برايمري اكسيوزس. دول اللي هم الجروبس المهمه الكبيره الاربعه جروبس الكبار اللي هم الفور مين تايبس اوف برايمري اكسيوزس. طيب تاني حاجه عندي حاجه اسمها اكوايرد. طالما في برايمري يبقى في اكوايرد. وفي اكسيوزي فورم سيندرومز وفي حاجه اسمها ايه؟ ريسترو كراتوديرما. يبقى اربع حاجات: ريسترو كراتوديرما واكوايرد اكسيوزس و برايمري اكسيوزس واكسيوزي فورم ايه سيندرومز. طيب جميل جدا. ايه بقى يا عم البرايمري اكسيوزس وايه القصه الظريفه دي بتاعتنا بقى؟ نبتدي نتكلم بقى ونقول ايه القصص بتاعتنا. البرايمري اكسيوزس عندنا اول حاجه في حاجه اسمها اكسيوز فالجاريس، وتاني حاجه اسمها اكس لينكد اكسيوزس، والتالت ورابع حاجه هما مجموعتين. يعني اول مجموعه فوق كده هم هما برايمري اكسيوزس. فيهم اول حاجه برايمري اكسيوزس اللي هو اكسيوز فالجاريس، اكس لينكد اكسيوزس، واتنين مع بعض. اتنين مع بعض اللي هما ايه؟ مجموعتين. اول حاجه مجموعه بنسميها كيراتينوباثيك كيراتينوباثيك اكسيوزس اللي هما فيهم ايه؟ فيهم شويه بقى حاجات كلام مكلكعه كده. اسمع بس وانسى دلوقتي وانا هحفظك كل حاجه. بولس اكسيوزس اوف سيمنز، وابيدرموليتيك او اكسيوزيف او اريثروديرميك بولس اريثروديرميك كونجنتال بولس اريثروديرميك اكسيوزس، واكسيوزي ديرم كونفتي، وفي الاكسيوزس اوف كيرس ماكلين. تمام. دول اربعه بنحطهم تحت حاجه اسمها ايه؟ كيراتينوباثي. وفي حاجه اسمها اللي هم الاوتوزومال ريسيسيف. ايه بقى الاوتوزومال ريسيسيف دول؟ اللي هم الهيرالكين بيبي واللاميلر اكسيوزس والكونجنتال نان اكسيوزي فورم ايه؟ ريسودال. تمام. الكونجنتال نان ايه؟ نان بولس اكسيوزي فورم ايه؟ ريسودال. دول بنسميهم ايه؟ اوتوزومال ريسيسيف. نبتدي واحده واحده كده. وبعدين في زي ما قلت لكم بقى الاكوايرد اكسيوزس والاكسيوزي فورم سيندرومز والايه الاكوايرد اكسيوزس والاكسيوزي فورم سيندرومز والايه والريسو كراتوديرمس. يبقى دول اربع مجاميع بتوع الاكسيوزس اللي عندنا. تحفظهم زي اسمك، اربع مجاميع الاكسيوزس اللي عندنا. طيب وهنقول كل واحده الديفكت بيحصل ايه والقصه ازاي. الحدوته الاولى بتبتدي ازاي؟ الحدوته الاولى بتبتدي بعيان الاكسيوزس فالجاريس. اشهر نوع واكتر نوع بيجي واكتر نوع بنشوفه. وفالجاريس يعني اكسيوزس الشائع. يعني ايه القصه بتاعه الاكسيوزس الشائع ده؟ العيان بتاع الاكسيوزس الشائع ده بتشوفه عند الولاده؟ لا، بنشوفه يعني مني بعد 3 4 شهور من الولاده لمده 6 شهور على ما بيبتدي يظهر ايه الاكسيوتيك سكيلز بتاعته. هو اوتوزومال دوميننت ويعتبر كومن. اوتوزومال دوميننت وبيعتبر كومن. المريض ده بيظهر لي بفاين سيلفر سكيلز. تمام. الفاين سيلفر سكيلز دي بتبقى ديستريبيوت اول اوفر ذا بودي ما عدا ايه؟ ما عدا الفليكشرز. بيحصل سبيرنج للفليكشرز ودي اكتر حاجه بتميزها. بيحصل سبيرنج للفليكشرز. جميل. طيب جميل قوي. هل بس كده؟ لا، هو دايما بيبقى معاه اسوشيشن للاتوبي
معاها اسوسيشن بانو بلانتر كاريتوديرما يبقى معاها اسوسيشن للكريتوس بايلاريز. الحاجات بتاعت الاتوي الحاجات بتاعت الاتومي واصحابها دايما بتبقى اسوسييتد مع الايه مع الاكسيوز فالجيتس اللي هو اشهر نوع من الاكسيوز قاطبه. طيب حلو قوي صوت بعيد قوي يعني حاطه ما انا مش عارف زي ما بقول لكم الاول حين كلامنا بنتكلم عن اكسيوز فالجيرس وهو فاين سيلفر سكيل نشوفها عند سن 3 شهور ل 6 شهور اوتوزومال دومينانت مشهور جدا. الفاين سيلفر سكيلز ديت بتبقى مغطيه الجسم كله ما عدا ايه ما عدا الفليكشرال اريا دايما تلاقيها سبيرد العين ده بيجي لك كتير قوي. تمام طيب معايا اسوشيشن شويه حاجه بتاعت الاتوي بالمو بلانتر كاتوديرما زيروزيس كاتوس بايلاريز يعني ساعات زائد انواس الوبيشيا دي الحاجات اللي ممكن بتلاقيها في العيان بتاع الايه في العيان بتاع الاكسيوز فالجيرس. طيب حلو قوي على مستوى الهيستوباثولوجي بتاعه بيحصل ماركت هايبر كراتوسيس تمام والثين مايت او ثين هايبر جرانيلو يعني بيبقى الجرانيلو سير لير بتبقى ثين شويه في العيان بتاع الاكسيوز فالجيرس ده. تمام طيب حلو قوي طب ايه المشكله يعني ليه حصل له اكسيوز فالجيرس ليه المشكله ايه اللي حصل له اكسيوز فالجيرس؟ العيان ده بيبقى خلقه ربنا كده بيبقى عنده مشكله في حاجه اسمها ايه فيلاجرين جين. ايه الفيلاجرين جين ده؟ هو مسؤول عن الفيلاجرين بروتين. الفيلاجرين بروتين ده هو حاجه مسؤوله عن البارير او السكين بارير اللي بيبقى موجود وبيحصل ديفكت في الفيلاجرين بروتين ده في حاجتين في الاتوبي وفي الايه في الاكسيوز فالجيرس. فعشان كده من الاسوشيشن بتاع الاكسيوز فالجيرس الاتوبي والعكس صحيح. فالمريض ده عنده مشكله في الايه في الفيلاجرين بروتين. طيب جميل قوي ده اشهر نوع. طيب ايه النوع تاني اللي بعده؟ ايه النوع اللي بعده؟ الاكس لينك تاني اشهر نوع ده في نفس الكلام من 3 ل 6 شهور. الاكس لينك الاكسيوز فالجيرس نصيحتي للمريض هتتحسن 10 12 13 14 15 سنه هتتحسن كل مدى هتتحسن. طب الاكس لينكد اكسيوز ده بيحصل في البويز بس وهو اكس لينكد. طيب المريض ده بيبقى جنرالايزد افكتد سبيننج الفيس والبالم والسول. احفظ معايا فاين سيلفر سكيلز جنرالايزد افكتد سبيننج الايه الفيس والبالم والسول. طيب على عكس التاني اللي سبيننج الايه الفليكشرال اريا. طيب حلو قوي جميل جدا. المريض بتاع الاكس لينكد اكسيوزس ده عنده شويه اسوشيشن كريبتوكريزم منتال ريتارديشن عنده مشكله اندرستاند تيستس يعني اتوبي الى حد ما بيبقى فيه زيروتك سكن. طيب في ماركت هايبر كراتوزيس طيب ايه المشكله في الاكس لينكد اكسيوز ده ايه ايه المشكله في الاكس لينكد اكسيوز؟ البارير اللي ربنا بيخلقه عارفين الجلد البيزت سيلد بتمايجريت لحد ما تعمل لي ستراتم كورنيا وبعد كده تقع وهكذا يعني وتاخد الموضوع ده في 64 يوم او في حاجه او في 70 يوم عشان تطلع. والستراتم كورنيوم ده يبقى عباره عن الطوبه اللي موجوده جوه المونه. تمام بيبقى فيه حاجه في المراحل الاخرانيه حاجه اسمها ستيرويد سلفيتيز. ستيرويد سلفيتيز ده انزيم بيشتغل على ستيرويد سلفيت. تمام فبيعمل لي ايه بيعمل لي ديتاتشمنت للكورنيوم هي ماسكه بينها وبين بعضها كده فبيجي الانزيم ده يكسر ما بينها وبين بعضها فالايه فالستراتم كورنيوم دي بتبتدي تتغير. طب لو ما اتكسرتش هتفضل موجوده وبالتالي القشره تزيد طبقه فوق طبقه فوق طبقه في القشره تزيد. تمام طيب حلو قوي. فلما يحصل ديفيشنسي في الانزيم ده تمام يحصل لي ايه يحصل لي يعني يحصل لي لما الاكس لينكد اكسيوز لو مشتغلش على السيرين بروتين فايه فالديفيشنسي بتاعه كذلك الديفيشنسي في منطقه البلاسينتا السلفيتيز ده لما يحصل له ديفيشنسي الام الاستروجين بيقل والام ما بتقدرش تعمل سيرفايكال دايليتيشن محترم فبيبقى فيه اوبستراكتيف ليبر كمان للمريض ده. تمام طيب نخش على ثالث نوع اللي هو اللي بنسميه الايه الابيدرموليتك هايبركراتوزيس او البولوس اكسيوزي فورم ريسودرم كونجنيتال بولوس 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 اكسيوزي فورم ريسودرم. طيب ايه عامل كونجنيتال بولوس اكسيوزي فورم ريسودرم ده؟ مريض بيجي برده بعد 3 6 شهور بس ده غالبا ما بيتحسنش. في
generalized fine silver scales بتاعت ال اكسيوزيفورم ريسودرما ده يعني باي ذا واي دي ارثيما وسكيل وانفلتريشن اكتر من 90% في بودي سيرفيس اريا. لما يجي المريض ده ومعاه داينيودد سكين سوبرفيشال واللي بتربشر وتسيب مكانها داينيودد سكين خصوصا بتبقى ليها فليكشرال اكسنتويشن اسوشيشن برضو مع الـ مع البالمو بلانتر كاتوديرما والزيروزس والكلام ده تمام ماشي. المريض ده لما بيكبر تحسن بيبقى ضعيف شويه البولي بتروح اه لكن بيفضل الزيروز زي ما هو تمام. الحقيقه نسب تحسن المريض بتاع الكونجينتال اكسيدي فورم كونجينتال بولس اكسيدي فورم ريسو ديما بتبقى ضعيفه لان البولي هي اللي بتتحسن لكن هي حاجه طبعا فيري رير عن الحالات الثانيه الزومال دومينانت بس فيري رير عن الحالات الثانيه. على مستوى الهيستولوجي بيحصل حاجه اسمها ايه ريتينشن هايبر كريتوزيس. المشكله في المريض ده بيبقى فيه ديفكت في حاجه اسمها كيراتين 1 وكيراتين 10. بنحاول نقول صريحا عشان نجيب اغلب الاكسيوز ونقول واحد. يبقى احنا اتكلمنا في اول ثلاثه في البرايمري اكسيوز طيب بعد كده نروح نتكلم على ايه نتكلم على حاجه اسمها هيرالكين بيبي. العم الهيرالكين بيبي ده بيبقى ثيك ادهرنت وايتش سكيلز بتكسر كده وتعمل لي كراكس والمريض اكنه محطوط في علبه بلاستيك. الطفل محطوط في علبه بلاستيك ومكسره المريض اكنه محطوط في علبه بلاستيك ومكسره. المريض ده عنده مشكلة عنده مأساة ما بيعيش وما بيكملش أيام وبيروح بيبقى فيه اكتروبيون بيبقى فيه فلات إير بيبقى فيه الحقيقة ده بنشوفه هو مولود ما فيش بروجنوزس تقريبا زيرو بيبقى فيه ماركت هايبر كيراتوزيس في المريض ده. طبعا لازم هوريكم صور لأن هو مش هينفع يتوصف من غير الصور هيبقى الموضوع بعيد شوية. فطبعا الحقيقة الهيرالكين بيبي دي ربنا يعافي الجميع وربنا يعافي كل المواليد حالة فيتل تمام. المريض ما بيتحسنش والحقيقة بيروح يعني هي نوع من أنواع الإريثرودرميك فيوزيس تمام. في ديفكت هنا في اللاميلر بوديز تمام. طبعا بيبقى في بريماتيور بيبي تمام. عايزين يعني شوف بقى انا اوريك الشكل. الحقيقه المريض بيبقى ثانيه انا مظبوط المريض بيبقى في 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 طيب الهيرالكين بيبي ده بقول لك نوع من انواع الاكسيوزس الريسودرميك اكسيوزس. المريض في الحاله دي للاسف بيبقى عنده زي كانه بقول لك محطوط في علبه بلاستيك عباره عن ثيك ادهرنت سكيلز متقسمه كوادرنت كده متشرحه ومتقسمه كوادرنت. المريض ده بيبقى عنده اكتروبيون وفيلير تو ثرايف وبيبقى كمان في نوع من انواع الفلاتنج الاير ما بيعيش كتير تمام بيعيش مجرد ايام. فانا عايز اوريكم صور بس هي بس معلقه مش راضيه تيجي هنفتحها تاني عشان اوريكم صوره ليه عشان تتخيلوا الشكل بتاعه الهيرالكين بيبي. على ما تيجي الصور بتاعه الهيرالكين بيبي اكلمكم عن حاجه اسمها لاميلر اكسيوز. لاميلر اكسيوز انا كنت بتكلم في اللي فات ده كله عن فاين سيلفر سكيلز هنا ابتدي اقول ايه لا هنا وايتش هنا سوري براونش هايبر بيجمنتد ادهرنت ثيك سكيلز براونش هايبر بيجمنتد ادهرنت ثيك سكيل ماركت اكتروبيون. الاير دايما بتبقى كلامبت كده يعني الاير بتبقى دايما مطبقه بالمنظر ده تمام. البيبي دايما بيتولد في كيز بنسميه كولوديوم بيبي تمام. الحقيقه التحسن بتاع المريض ده بيبقى صعب ما بيتحسنش. هو من الاوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر اللي شاف لاميلر اكسيوزس صعب لاميلر اكسيوز يتحسن بيعيش عمره كله على الريتينويدز. مشكله الكولوديوم بيبي ده لما بيتولد يعني بيقول لك ايه موجود في كيس دايما بنسال المريضه انت عارفين الفيت بتاع اللي اتولد في كيس ده تلت يكمل عادي وتلت اكسيوزس وتلت اكسيوز فورم اريسوديرم او اكسيوز فورم سندرومز. فطبعا بتبقى حاجه صعبه قوي. بالمناسبه الطفل مولود منظره
ده كده بنسميه ايه؟ كولوديون بيبي. فالكولوديون بيبي ده من ضمن الفيتس بتاعته اللاميلر اكسيوزيس، انه بعد كده الطفل يخش في حاجه اسمها لاميلر اكسيوزيس، وده سيك ادهيرنت براونش سكيلز بتبقى اول اوفر ذا بادي، تمام، وما بيتحسنش الحقيقه، معاها اكترابيون ومعاها كلامت في الاير، تمام، معاها بالمو بلانتر كراتوديرما، منتال ريتارديشن شويه، هايبوجوناديزم شويه، للاسف الشديد بيبقى فيه السيرم ترانسجلوتامينيز بيبقى فيه ديفكت، للاسف الشديد ما ايه ما التحسن بيبقى ضعيف جدا جدا من المريض بتاع اللاميلر اكسيوز ده، وبيعيش العمر كله على الايه على ال يعني يريح ياخد شويه اسيتونايدز ويريح وبعد كده يرجع ياخد تاني. فالتحسن بصراحه بيبقى ضعيف جدا 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 جدا. طيب بنورك دكتور محمد، ربنا يبارك في سيادتك، ربنا يخليك يا دكتور. تمام، دي الصوره بقى بتاعت الهيرالكين بيبي اللي انا بقول لكم عليها، شايفين المنظر. الهيرالكين بيبي الحقيقه ده من الحاجات اللي ربنا عارفينها البشعه طبعا، ومفيش بروجنوزس تقريبا زيرو، ومفيش تحسن تماما. اوعى تنسى منظر الصوره دي، يعني تخيلين المنظر ده كله ده ثيك ادهرنت سكيلز ومشرحه ومكسره كده ومتقسمه كوادرانتس، تمام، وريكتانجلر ومتقسمه كوادرانتس، والتحسن تقريبا بيبقى زيرو، يعني العين مكمله تمام، ما بيقعدش كتير يعني للاسف الشديد. يعني دي مشكله زي ما قلت لكم، هو بيبقى فيه ديفكت في اللاميلر بادز، والمريض ده للاسف الشديد ما بيكملش، يعني ما فيش حتى ما في ريستريكشن للموفمنت وديستورد للفيس، يعني ربنا يعافي الجميع، بيبقى فيه المنظر صعب قوي. هوريكم صورتين جنب بعض كده، دول بتوع الواحده بتاعه الهيرالكين بيبي، تمام، وطبعا شايفينها، والثانيه بتاعه الايه بتاعه اللاميلر اكسيوز، واحده بتاعه الهيرالكين بيبي واللي جنبها على اليمين دي بتاعه الايه، شايفين السيك ادهرنت سكيلز بتاعه ال دي سيك ادهرنت براونش سكيلز، في ماركت اكتروبيون، تمام، والاير بيبقى فيها الافكت سبارس هير، بالمو بلانتر كراتوديرما، منتال ريتارديشن، وهايبوجوناديزم. مشكله بصراحه، مشكله، ربنا يعافينا ويعافي الجميع، مشكله كبيره، يعني مشكله كبيره جدا. طيب من ضمن الانواع في حاجه اسمها كونجنتال نون فولوس اكسيوزي فورم ريسودلما، ودي زي النوع بالظبط، هي دي الفرق بقى، انها بيبقى مولود في كيس والمريض هنا ما بيبقاش فيه بولي، بيبقى فيه جنرالايزد او ريسودلميك اكسيوزيس، التحسن بتاعه بيبقى نوعا ما ضعيف جدا جدا جدا، او يكاد يكون عادم، ما فيش، ما بيتحسنش قوي، بتفضل الاكسيوزيس الاكسيوتيك سكيلز دي او الارثوديرميك اكسيوتيك سكيلز دي مدى الحياه. اسوشيشن بقى برضو لنفس الكلام، يعني مش بيفرق كتير برضو، الاكتروبيون، البالمو بلانتر كراتوديرما، الهير والنيل ديس اوردرز، ديستروفي، يعني التحسن بيبقى ايه طبعا ضعيف جدا في المريض ده، بس الفرق كله ان هو ايه بيبقى نان ايه نان، تمام، بيبقى المريض هنا ايه نان بولس، زي فين الصوره دي اسمها نان بولس اكسيوزي فورم ايه ريسودرم، غير البولس اكسيوزي فورم ايه ريسودرم، تمام، اسمها ايه نان بولس اكسيوزي فورم ريسودرم، نان بولس اكسيوزي فورم ايه ريسودرم. اوريكوا صوره برضو للاميلر اكسيوز، مهمه قوي اصلا الحالات دي بتيجي، يعني ده صوره كده للاميلر اكسيوزس، ده المنظر بتاع الاميلر اكسيوزس، ربنا يعافينا. يعني طبعا ده التحسن بتاعه ضعيف جدا جدا، ان ما كانش يعني تقريبا ما فيش تحسن للمريض ده. احنا قلنا الستة او اشهر ستة، في بعد كده حاجة اسمها بولس اكسيوزي فورم او 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 اكسيوزيس او اكسيوزيس بولس اكسيوزي اوف سايمنز. الاكسيوزي اوف سايمنز دي بقى بيبقى فيها حاجة مميزة، انها مينلي ديستريبيوتد ايه ديستلي، تمام، وسبيرنج الايه
انا كل الميشنت اللي شفتهم يا دكتوره هم منتلي ريتاردد، بس الحقيقه اللي مكتوب ان مش كلهم منتلي ريتاردد. هنا دي من ضمن الاسوشيشن ان يكون المريض بتاع اللاميلر اكسيوزس منتلي ريتاردد، بس حق ربنا يعني مش كلهم. طيب نروح للاكسيوزس باللوز اوف سايمنز. المريض ده بيبقى دايما الاكسيوزس هنا ديستريبيوتد ديستلي تمام في الاكستريميتيز، بس سبيرنج البالم والسول. جميل. طيب ال زائد او ناقص ان يكون معاه ريسوديرما او بالمو بلانتر كراتوديرما. الديفكت هنا بيبقى في كيراتين 2 اي جين. الديفكت هنا بيبقى في الكيراتين 2 اي جي زائد او ناقص انه بيحصل سوبرفيشال بلاسترنج وبتهيل يعني بتسيب داينيودد اريا وبتهيل من غير سكار. تمام. دايما هي ال المريض ده بيبقى ديستريبيوتد اكرالي تمام، ويبقى سبيرنج البالم والصول. ناقص نادر قوي ان يحصل فيه بالم بلانتر كراتوديرما او يحصل فيه ريستروديرما. تمام. من الحالات الفيري فيري رير بعتبرهم من الكراتينوباثيك اكسيوزس او البرايمري اكسيوز. تمام. طيب ال زي ما بقول لكم هو دايما هتلاقيه سبيرنج للايه للبالم والصول، يعني دايما يجي مميز قوي للفود بس سبيرنج البالم والصول، الاكستريميتيز بس سبيرنج الايه البالم والصول. طيب جميل قوي. في حاجه تانية اسمها اكسيوزس هيستريكس. الاكسيوزس هيستريكس ده يا اما يبقى ليميتد اريا يا اما يبقى نيفويد اريا يا اما يبقى ديسيمينيتد اريا. تحت الاكسيوزس هيستريكس ده انا بحط حاجات كتير قوي، يعني الفيروكال ابيدرمال نيفاس بس احطها تحت الاكسيوز هيستريكس. احط البيدرمولوتيك هايبر كراتوزس او اللي هو البولس اكسيوزي فورم ايرسوديرما ممكن احطها تحت الاكسيوز هيستريكس. في حاجه مشهوره اسمها اكسيوزس هيستريكس اوف كيرل كيرس ماكلين، ودي دايما بتبقى فيري اجريسيف ميوتيليتنج وتبقى في بالمو بلانتر كراتوديرما وتاخد الدورز بتاع الهاند معاها منتريتيديشن وهايبوجوناديزم ومعاها كمان ايرسوديرما. دي من الحالات الفيري فيري رير. تمام. الديفكت واحد بيبقى في الكراتين واحد. تمام. الديفكت هنا بيبقى في الكراتين واحد اللي هي الاكسيوزس اوف كيرل اكسيوز هيستريكس اوف كيرل ماكلين. في حاجه تانية اسمها اكسيوزس كونفيتي، ودي الحقيقه بيبقى عنده ريثروديرميك اكسيوزس وبعض الكونفيتي ماكيولز منقطه كده وفي ايه اوف نورمال او ايلاند اوف نورمال سكن بتبقى منقطه. تمام. وده بيبقى فيري رير الحقيقه. خلاص. طيب احنا كده اتكلمنا عن كل الايه البرايمري اكسيوزس والاوتوزومال ريسيسيف اكسيوزس، اتكلمنا عن اكسيوز فالجاريس، اتكلمنا عن الكونجينيتال بولس ونون بولس اكسيوز فورم ريسوديرما، اتكلمنا عن اوتوزومال ريسيسيف، اتكلمنا عن الهيرالكين بيبي وقلنا يعني ايه كولوديوم بيبي، واتكلمنا عن الاكسيوز بولوز اوف سايمنز، اتكلمنا عن اكسيوز هيستريكس، اتكلمنا عن الاكسيوز هيستريكس اوف كيرلس ماكلين، اتكلمنا عن ال لاميلر اكسيوزس، ودول بنسميهم البرايمري اكسيوزس والاوتوزومال ريسيسيف اكسيوز او البرايمري اكسيوز بشكل عام. طيب ابتدي اتكلم بعد كده عن الاكسيوزي فورم سيندرومز. الاكسيوزي فورم سيندرومز دي حاله بتبقى دي حاجات برضو ادفانسد شويه بس لازم نكون عارفينها. الحقيقه طبعا قليله وضعيفه ونسبتها قليله، ولكن انا لو مش عارفها هتبقى عندي مشكله كبيره، يعني هقابل مشكله كبيره في شغل يعني. تمام. ابتدي بقى اول واحده كده جوجرن لارسن سيندروم. ايه بقى جوجرن لارسن سيندروم؟ عنده لاميلر اكسيوزس منتال ريتارديشن سباستيك باراليسيس، عنده دايما مشكله في عنده دايما مشكله يعني ما اعرفش يعني تلاقي رجله بتزحف وهو ماشي كده. تمام. عنده لاميلا اكسيوزس يعني شويه مور اور ليس منتال ريتارديشن، عنده مشكله في الفاتي الدهايد هيدروجينيز، بلاقي بقى ليبيد دروبلت في الستراتم كورنيوم فبنسميه جوجرن لارسن سيندروم. الحاله اللي بعد كده حاجه اسمها كونرادي سيندروم. الكونرادي سيندروم ده عنده ايه؟ ده عنده لاميلا اكسيوزس. تمام. عنده سيرسنت ليجن كده اكسيوتيك سيرسنت ليجن، عنده كاتركت، عنده كاردياك ابنورماليتيز، بنسميها كورنادي سيندروم. بعد كده في حاجه اسمها ايه روت سيندروم. ايه الروت سيندروم دي بقى؟ الروت سيندروم ده مريض عنده منتال ريتارديشن وهايبوجوناديزم ولاميلر اكسيوز. منتال ريتارديشن وهايبوجوناديزم ولاميلر اكسيوز ما فيهوش حاجه سبيسيفيك يعني.
الايبت سيندروم او الاكثيوزس فالجاريز والفوتوسنسيتيفيتي والبريتل هير والانتلكشوال ديس اوردر والديفكت في الجروث دوارفيزم بنسميها على بعضها الايبت سيندروم. الايبت سيندروم دي مشكله في السلفر, فعشان كده الهير بيبقى بريتل وايزلي دامجت. تمام. طيب السندروم الثانية اللي بعد كده نسيرتون سندروم. نسيرتون سندروم دي اوتوزومال ريسيسيف, بيحصل ميوتيشن هنا في حاجة اسمها البروتينيز انهيبيتور جين, حاجة اسمها البروتينيز انهيبيتور جين. المريض ده بعمل ازاي عشان اسهلها لك؟ المريض ده عنده مشكلة في الجلد ومشكلة في الشعر. تمام. مشكلة في الجلد ومشكلة في الشعر. ايه بقى المشكلة في الجلد وايه المشكلة في الشعر؟ مشكلة في الجلد عنده حاجة اسمها اكسيوزيس لانياريس سيركمفليكس. اكسيوزيس لانياريس سيركمفليكس وده اكسيوتيك بليكس, بتبقى سيرسنت والبوردر بتاعتها تبقى دبل زي البروكراتوز كده, اسمها اكسيوزيس لينياريس سيركمفليكس. ده اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر كاركترايزد باي في الجلد. اكسيوزيس لينياريس سيركمفليكس ده سيرسنت بليكس كده وتبقى ليها دبل بوردر, سيرسنت اكسيوتيك بليكس ويبقى لها دبل بوردر. طيب جمال, الكلام جميل جدا. المريض ده بيبقى عنده كمان غير السيرسنت ليجن دي بيبقى عنده اتوبي نيل ديستروفي. الشعر بتاعه في حاجه مميزه جدا اسمها ترايكو هيكسس انفاجيناتا. ترايكو هيكسس انفاجيناتا, اوريكم المنظر بتاعها. ترايكو هيكسس انفاجيناتا, شايفين المنظر بتاع ترايكو هيكسس انفاجيناتا بالالكترون مايكروسكوبي. ترايكو هيكسس انفاجيناتا يعني البروكسيمال بارت داخل فيه الديستال بارت زي الشراب كده بالظبط. ترايكو هيكسس ان انفاجيناتا دي ال سيرسنت ليجن ويبقى ليها زي دبل بوردر, يعني البوردر وحواليه بوردر, بوردر وحواليه بوردر, يعني زي شبه شويه البروكراتوزس كده. تمام. بقى معاها اكزيما ويبقى معاها بريفرال ايزينوفيليا, انكريز في الاي جي اي, كارنت انفيكشن, ديفكت بريتل نيلز. يعني دي الحاجات الاسوشيشن مع دي بنسميها سيرتون سندروم على بعضها كده, الاكسيوز لانياريس سيركمفليكس وترايكو هيكسس انفاجيناتا والاتوبي والاكزيما, بنسميها سيرتون سندروم. تمام. طيب احنا بننزل نقول في الجوجرن لارسن المريض ده بيبقى عنده مشكله في في الريتنا كمان. تمام. مع ريتينايتس. طيب عشان مره افتكرت نخش على الرافسون سندروم. الرافسون سندروم ده فيه مشكله في الفيتيك اسيد, في فيتيك اسيد ديكربوكسيليز انزايم ابسنس, فالفيتيك اسيد ده اكيموليت فيحصل لي ليبيد فاكيولز في في الايبيدرمس. طيب هو ايه اللي بيحصل له؟ سكليتال وكاردياك وسنسوري وتنايت بيجمنتوزا ديفرن نيوروباسي اكسيوزس بلجاريز وهي اوتوزومال ريسيسيف. تمام. يبقى الرافسون سندروم دي هي اوتوزومال ريسيسيف, فيها كاردياك منتال سكليتال ليبيد فاكيولز في الإبيدرمز. المريض ده عنده اللي بنشوفه اكسيوزس اكسيوز فالجيرس. طيب حلو قوي. بعد الرافسون سندروم نخش على حاجه اسمها تشايلد سندروم. تشايلد سندروم دي عباره عن كونجنتال هيمي ديسبليزيا. تمام. المريض ده بيبقى عنده كونجنتال هيمي ديسبليزيا. تمام. واكسيوز. انا عايز اوريكم الصور بتاعتها عشان تتخيلوا المنظر بتاع التشايلد سندروم ده. تمام. طيب يبقى ده كونجنتال هيمي ديسبليزيا, يبقى في كونجنتال هارت ديزيز ولمب هايبوبليزيا الوبيشيا هايبر كلاتوتيك بليك, بس دايما بتيجي على على وان سايد كده. خلاص اوريكم الصوره عمركم ما تنسوها. بنسميها التشايلد سندروم. دي التشايلد سندروم كونجنتال هيمي ديسبليزيا. الاكثيوتيك بليكس بتبقى موجوده على السيم سايد. تمام. على الابسي لاترال سايد. تمام. ويوعاها هايبر كريتوزس فالمو بلانتا كريتوديرمس عاد. التشيرنان دورفمان سندروم, وده راجل بيبقى عنده مايوباسي وليفر واكسيوزس وفالمو بلانتا كريتوديرم. تمام. الكيت سندروم او الكيراتيتس والايرايتس والديفنس, المريض ده بيبقى عنده بالمو بلانتر كاتوديرما سيرسنت هايبر كيراتوتيك بليكس
معاه ريتينايتس ونيو فاسكولاريزيشن في الكورنيا ويبقى معاه ديفنس بنسميها كيد سيندروم. طيب اخش بعد كده على حاجه. طيب نجمعهم كده الاول سريعا. انا عندي سيندرومز ايه او اشهر سيندرومز اللي انا ما ينفعش انساها؟ عندي اول حاجه جوجرن لارسن، كونرادي سيندروم، روت سيندروم، راسن سيندروم، ايبيت سيندروم، انترفل سيندروم، تشارنن دورفمان سيندروم، وتشايلد سيندروم، والكيد سيندروم. عندي 9 سيندرومز ما ينفعش اتلخبط فيهم ابدا. انا بسهل لك، بحاول اسهل لك على قد ما اقدر، وانت لازم تحفظ هي الحاجات دي. مش يعني للاسف، لان طبعا هي قليله ونادره و و، فانت لازم تحفظها، لازم تحفظها بالصور بالمتابعه بالمراجعه بالاعاده بالافاده، لازم هتحفظها. بعد كده في عندي حاجه اسمها اريستروكراتوديرمس. الاريستروكراتوديرمس عندي حاجه اسمها بروجريسيف سيمتريك اريستروكراتوديرما واريستروكراتوديرما فاريابيلز. فاريابيلز من اسمها كده، فاريابيلز يعني فاريابل. يعني ايه الاريستروكراتوديرما فاريابيلز؟ المريض ده عنده اريثيما بس فاريابل. يعني ايه فاريابل؟ الاريثيما دي بتطلع وتروح على طول، تبقى كوما شيب ديسيرسنت انيلات، تطلع الاريثيما دي، تطلع على النية على الباتوكس على القلب وعلى البتاع، تطلع يقول لك ما تقعدش اكتر من 24 ساعه تختفي وما لاقيهاش. تمام؟ فبنسميها اريثروكراتوديرما فاريابيلز. طب كراتوديرما دي ازاي؟ عنده بالما بلانتر كراتوديرما وفيكسد كراتوتيك بليكس موجوده على الايه، على النية على القلب وعلى البتاع على الاكستنسورز. فبنسمي المريض ده عنده حاجه اسمها اريثروكراتوديرما فاريابيلز. دي مشهوره جدا. الاريثيما بتاعتها ما بتبقاش حمرا، الاريثيما في الاريثروكراتوديرما فاريابيلز بتبقى شويه اورنج كلر. تمام؟ ما بتبقاش حمرا. انا هوريكم منظر كده للصور بتاعت الاريثروكراتوديرما فاريابيلز. الحقيقه يعني شايفين الحمار بتاعها. الاريثيميتاس بليك ده، الاريثيميتاس ليجن ده مش ثابت، يعني هتلاقيه طالع هنا ويقعد شويه يروح. ده كراتوتيك بليك اللي هو بيبقى ثابت شويه، لكن الاريثيميتاس ليجن دي تطلع كوما شيب انيولار سيرسنيك سيركونفليكس، يعني تطلع وتروح تطلع وتروح تطلع وتروح. هي الليجنز بتاعت الاريثروكراتوديرما فاريابيلز دي كاركترستيك قوي، يعني دايما هتلاقي المريض يقول لك الحمار بيطلع ويروح ومش عارف ايه وبتاع. طيب في حاجه اوتوزومال دومينانت بس هي رير شويه، اسمها بروجريسيف سيمتريك اريثروكراتوديرما. ده سيمتريك، هي من اسمها بروجريسيف وسيمتريك. يعني ايه بروجريسيف؟ يعني بتزيد كيراتوتيك ويل فيكسد ويل ديفايند كيراتوتيك بليكس، بتبقى موجوده على الاكستنسور اسبكت ومعاها ايه، ومعها بالمو بلانتر كراتوديرما. الحقيقه المريض ده بيتحسن شويه مع العلاج. تمام؟ كراتوليتيك وتوبيكال ستيرويد وكراتوليتيك سوري وايموليانت، وممكن توبيكال ستيرويد، وممكن سيستميك ريترويدز، والحقيقه بيبقى تحسنه كويس جدا. طيب في حاجه اخيرا اسمها اكوايرد اكسيوزس، وده يجي مع ايه بقى؟ اس ال اي انفكشن زي الاتش اي في والتوبيكالويد ليبرسي. يجي كمان مع الديفكت نيوتريشنال جينولينيك والاركادونيك اسيد، سموكينج، تمام، روماتويد ديزيز، اميون ديفيشنسي. خلاص دي كلها حاجات ممكن تعمل لي حاجه اسمها ايه اكوايرد اكسيوزس. اولد ايج دايما مع السن تلاقي اللو لمب كده ايه مشققه وبتاع وفيها ايه اكوايرد اكسيوزس. خلاص طيب اعمل دايجنوز للحاجات بتاعت الحقيقه الموضوع بدا يتطور شويه، وان بقى من اللي فيهم في الفاميلي هيستوري وكده اقدر اعمل بقى برينيتال دايجنوزس عن طريق الكولينيك فيلا سامبلينج، الفيتوسكوبي فيتال الترا ساوند، اقدر اعمل ديتكشن اف اس اتش والال اتش عشان الايه اللاميلر اكسيوزس، سوري الكونجنتال اكسيوزي فورم اريستروديرما، اعمل ديتكشن للترانسجلوتامينيز عشان اللاميلر اكسيوزس، اعمل اميو سينتيسيس. دي حاجات كلها بتخلي لي التشخيص بتاع الاكسيوزس بقى اسهل كتير. طب العلاج، شوف الحالات بتاع الكوليديوم بيبي دي لازم تجري عليه، يعني تسلكه يعني دايما عينيه ممكن تلاقي فيها السكيلز وتلاقي ايه زوره محشو فيه السكيلز، ممكن يحصل له سافوكيشن. فدايما اهم حاجه تقول للطبيب الاطفال لما يبعت لك الريكوست، او لما الدكتور الاطفال يبعت لك حاله كولوديوم بيبي، او لما تشوف حاله كولوديوم بيبي، ده اهم حاجه عندك. تمام؟ وتاني اهم حاجه هتقول للمريض المريض ده هيتحسن ولا مش هيتحسن. بتاع كولوديوم بيبي والله يا ماما هو ممكن يبقى كويس، ممكن يخش في حالات سمكيه وكده، او كلتا الاحوال هيتحسن. اما الهيراكين بيبي ده شكرا مش هيتحسن ولا هيشوف تحسن. طيب ده بالعكس، ده هو هيموت في فتره وجيزه. في الفتره الاولى بتبقى مجرد يعني الاكسيوز فالجاريز والاكسلينجد اكسيوزس والحاجات دي حاجات بسيطه،
ممكن مجرد الايموليانت وايت سوفت بارافين 50% وليكويد بارافين 50%. اليوريا السلاسلك يعني يوم بعد يوم مثلا على حتة صغيره، لاكتيك اسيد، الحاجات دي كلها مقشرات كويسه. عارفين الموضوع بيزيد في الشتاء ويقل في الصيف، تمام؟ فدايما يعني ابقى اجريسيف شويه في الشتاء واقل في العلاج في الصيف. الايموليانت، جليسرول، سوب، الحاجات فيها الهيوماكتنت، اشرب ميه كتير، استحماش عمال ابطال لما استحمى ايدي المرطب، استحمى بصابونه الجليسرين. لو الموضوع زايد شويه زي لاميلر اكسيوزس وبقيه الانواع بتاعت الاكسيوزس او الاكسيوزيفورم سندرومز اللي فيها لاميلر اكسيوزس، بضطر ادي اوريتينويدز يا اما ايزوتينوين يا اما استاتين. وافضل ان انا اديله استاتين زي ما عايز. لاميلر اكسيوز ده هو مش بيتحسنش، فدايما بديله لاميلر اكسيوز، اديله استاتين مثلا 3 شهور رايح 3 شهور، اديله 3 شهور رايح 3 شهور. طب ناوي تحمل ولا تخلف؟ لو مش منتري ريداردد خلاص اوكي، ممكن تحمل وتخلف وبعد كده اديها اللي ايه الاوريتينويد تاني، تمام؟ دي خلص كده الاكسيوز. اعتقد يعني حاولنا نلمها قدر المستطاع، يعني على قد ما نقدر ان احنا نوصل الايه الاكسيوز، يعني يا رب تكون ايه وصلت، ما تكونش الامور صعبه وسخيفه يعني، تمام؟ ولا يعني ما كانش له لازم يعني. هنتكلم دلوقتي سريعا كده عن المالجنت ميلانوم، تمام؟ اتكلم عليها سريعا عشان نخلص موضوع المالجنت ميلانوما ده، وهو موضوع بصراحه شيق يعني، ما هوش بقى مش بالصعوبه اللي فات ده. ثواني عشان نبتدي نجيب طيب في مشاكل في الاكسيوز الاول ولا ايه النظام؟ هو اكيد في مشاكل بس يعني اضحكوا عليا حتى قولي ما فيش مشاكل. طيب هبتدي اتكلم عن الميلانوما. لا بدري شويه، دي مستحيل والله يا دكتور، انا مرتبط بمليون حاجه تانية، فبدري دي مستحيل. طيب المالجنانت ميلانوما، ايه هي المالجنانت ميلانوما؟ مالجنانت تيومر في الدرم ميلانوما، صح؟ طيب جميل جدا. وايه كمان؟ وهو اشهر بروجريسنج تيومر all over the world. طيب وايه كمان؟ نكذب يعني؟ يعني هو مش فاهمينها يعني يا دكتور زينب؟ ليس في الامكان اقصى من مكان. طيب خلاص يا جماعه متاسف. لا نعمل ايه؟ طيب ماشي، ما علينا. هنتكلم في المالجنت ميلانوما. ايه المالجنت ميلانوما؟ هي مالجنت تيومر اوف ابيدرمال ميلانوسايتس. مالجنت تيومر اوف ابيدرمال. طب خلاص انتوا طالبين منه الجينو ليه؟ ما انتوا عارفين ان هو صعب. ما كنا نتكلم بقى في الحاجات السهله اللي هي الحلوه دي، ليزر بقى وكده. نتكلم في المالجنت ميلانوما، تمام؟ طيب ايه بقى المالجنت ميلانوما؟ هو مالجنت تيومر اوف ايه؟ اوف ابيدرمال ميلانوسايتس. ماشي، ايه بقى قصه المالجنت ميلانوما؟ مبدئيا كده عشان تبقى عارف، المالجنت ميلانوما عندنا احنا هي حاجه نادره شويه، لكن بره الحقيقه هي مرض العصر يعني. هو كل يوم مثلا في عياده الجلديه هناك او في عياده الاورام يشوف له حالتين ثلاثه مالجنت ميلانوما. انت عندك لو شفت حاله في الشهر، في الشهر ايه، حاله في السنه، يبقى كتر خير الدنيا. بس الحقيقه انا عدت عمري كله ما شفتش 4-5 حالات مالجنت ميلانوما. الفتره اللي فاتت دي شفت حالات كتيره جدا، تمام؟ فده زي ايه، زي يعني زي الارم كده، شفت لنفسي الالارم ده ان انا والله لا يعني ابتدي بقى نشوف الموضوع ده ونبقى اوير شويه، خصوصا بال ان كلاسيك سايتس وتايب بتاعه اللي ايه المالجنت ميلانوما. طيب مبدئيا كده المالجنت ميلانوما دي عشان تبقوا عارفين، هو في اغلب حالات المالجنت ميلانوما بتطلع من ميلانوسيتيك نيفاي، ديسبلاستيك بلو ميلانوسيتيك نيفاي، او بريكيرسر للمالجنت ميلانوما زي اللي هنقوله. يعني في الاغلب المالجنت ميلانوما دي ما بتطلعش كده، ما بتطلعش كده، لا ده بتطلع الاول، بتحضر سنين وبعد كده يبتدي يطلع الايه المالجنت ميلانوما، يطلع المالجنت ديجنريشن او المالجنت تشينجز تبتدي تحصل. طيب هو في انواع كتير واشكال كتير، بس عايزك تعرف تحط
في ودنك كده ملحوظة مهمة جدا، ان المالجنانت ميلانوما هي من ضمن الحاجات البروجريسنج جدا، ما بتطلعش وحدها، بتطلع في الاغلب من ميلانوسيتيك نيفاس بنسبة 90% من كونجينتال ميلانوسيتيك نيفاي و10% من الاكوايرد ميلانوسيتيك نيفاي. طيب كده بس؟ لا طبعا. الحقيقة ان المالجنانت ميلانوما زي ما قلت لك ليها بريكيرسور، في ثلاث حاجات ليهم بريكيرسور اللي هم ايه؟ في حاجة اسمها هما انسايتو، يعني زي ما تقدر تقول كده في انسايتو مالجنت ميلانوما، بعد كده تبدأ يطلع الايه المالجنت ميلانوما ليش. اول حاجة في حاجة اسمها عندي ايه لينتو ايه ميلاجنا، لينتو ايه ميلاجنا، ودي بيبقى زي تطلع في الاولد ايج عندهم زي فريكل دنيفاس بتبقى موجودة على التشيك، تمام، مع الفير بيرسونيل وتعرضوا للشمس كتير يبقى يطلع لهم ايه ماكيولار فريكل ديليجن كده بيبقى موجود على الشيك، مع مرور الوقت يبتدي يحصل فيه ايه حاجه اسمها فيرتيك ريديال ايه يبدا يحصل معاه حاجه اسمها ريديال جروس. فلما يبتدي يحصل معاه حاجه اسمها ريديال جروس يعني تكسباند بالعرض يبدا يحصل ليجنز هي فلات، تبتدي ليجن دي تبقى بابيلر وتبقى يحصل اسيمتري زي ما هنقول بقى في القواعد بتاعه الميلانوم، ويبدا يحصل يعني الكالر ما يبقاش واحد، تمام. نبتدي نشك على طول في المريض ده لما يجي لك مريض اولد ايج عنده فريكلد نيفاس هنا او لينتجو لايك ليجن هنا موجود على الشيك، ومرور الوقت الليجن ده يبقى بابيلر ويبقى اليفيتد وابدا احسه، ابتدي اشك على طول في ايه ان المريض ده عنده حاجه اسمها لينتجو ايه ملاجنا. النوع الثاني في حاجه اسمها سوبرفيشال سبريدنج، وده بيجي اكتر في الترانك، وده اكتر نوع واشهر نوع، المريض بيبقى عنده فلات ليجن، من مرور الوقت الفلات ليجن ده برضو يبدا يحصل له راديال جروس ويبتدي يحصل له ايه بابولار ايه ليجن. طيب ثالث نوع حاجه اسمها اكرال انتجنس. ايه موضوع الاكرال انتجنس؟ الاكرال انتجنس ده بيجي دايما في الايه في السول، يجي في الايد، احنا شفنا يعني اعتقد ان كلكم شفتوا مالجنت ميلانوما السول، انا شفتها مرتين وشفتها في النيل الحقيقه كمان مره، ودي لازم لو انت مش عارفها هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لك، لو انت مش اوير ان في حاجه اسمها اكرال انتجنس ميلانوما هتبقى مشكله. المريض ده بيبتدي الاول برضو بفلات هايبر بيجمنتد ليجن، افتكروا نيفاس افتكروا بتاع، يقعد فتره من وقت من العمر لحد ما ياخد الاوردر يبتدي يحصل له ايه البابيولار بقى واللوس اوف بولاريتي على مستوى الهيستوباثولوجي، يبتدا يحصل له البابيولار كومبوننت والاوردر والبودر تبقى سكالوبد كده ونوتشد، ويبتدي يحصل اسيمتري وديس اوردر في الكالر، نبتدي ايه نشك ان المريض دخل في حاجه اسمها سوبرفيشال سبيلنج سوري اكرال انتجنس ميلانوما. طيب هبتدي اوريكم صور بالنسبه للحاجه اللي بتيجي في النيل. النيل بنسميها ميلانو نيكي. لما يجي لينكوديودينال لاين في الدين كده افكر فيه، يجي لي لينكوديودينال هايبر بيجمنتد او ميلانوتيك لاين بيبقى موجود في النيل، ابتدي افكر فيه، بفكر في حاجه اسمها اكرال انتجنس ميلانوما، اكرال انتجنس نيل ميلانوما. طب ابتدي افكر كده على طول، اقوم خبط المريض اقول له والله انت عندك شك ان هيكون في اكرال انتجنس نيل ميلانوما ومشكله وهتروح في داهيه وده مالجنت تيومر وبتاع. لا الحقيقه انا عندي كرايتيريا شويه بتخليني فيفر الدايجنوز بتاع الاكرال انتجنس ميلانوما نيل ميلانوما، الاسيمتري، البرودر بيز، الفاريشن بتاع الكالر، الهاتشنسون ساين واللي هو الليش بتاع البيجمنت. يعني ايه هاتشنسون ساين؟ ليش او ليك بتاع البيجمنت موجود في النيل فوق، تحس ان هو ايه مدلدق بيجمنت كده حواليه، تمام، الاولد ايج برودر على البيز كذا صبع افكتد. فدول كلهم الكرايتيريا اللي بتخليني ايه اشوف. طبعا للاسف الشديد الدرموسكوبي في النيل ميلانوما مش سبورتيف قوي، ومش معقول ان انا اجري اعمل له نيل بايوبسي واعمل ديستروفي للنيل وابوظ له النيل، لان اكيد كده كده هلسع الماتريكس ويبقى المريض ده فقد النيل بتاعه ويطلع في الاخر يا اما نيفس يا اما تروما يا اما دراج يا اما ايديوباسيك. فدايما اسسبكت قوي لما المريض فوق 50 صدن برودر على البيز هاتشنسون ساين، اجري على طول فاريشن في الكالر، اجري على طول اقول له لا انت محتاج نيل بايوبسي ضروري، حتى لو دمرت لك الضافر لازم اطمن، تمام. طيب بص معايا بقى الصور دي حاجه اسمها الايه، قول معايا اللينتجو مالجنا ميلانوما او اللينتجو مالجنت ميلانوما، تمام. نبتدي الاول بزي فلات ليجن كده، والفلات ليجن ده يبتدي يبقى ايه بابولار ليجن في الفيرست كاند بيرسونيل،
في الاولد ايج. تمام، خد بالك منها، دي حاجه مهمه جدا 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 جدا. تمام، اوعى تمس الاكرال لينديجو ملاجنه، اوعى تمس، شايفين؟ اوعى تمس، ربنا يصلح حالك. اهي شايف المنظر بتاعها، دي خلاص قلبت ميلانوما. في فاريشن في زي ما هنقول وهنعيد فاريشن في الكالر، وي وي وي، تبدا ايه تقلب، فلازم تشك فيه. تمام، شايفين المنظر، احنا بنعدي علينا الحالات دي كتير، واكيد ممكن تمس منك حاله ولا اتنين من الكلام ده. تمام، اتكلم بعد كده عن قلنا السوبرفيشال سبريدنج، وريتها لك برضو، عايز اشوف لك بس اوريك صوره للسوبرفيشال سبريدنج ميلانوما. بالنسبه للاكرال انتجنس ميلانوما اللي موجوده في دي صوره ليها، دي صوره ليها، دي صورة ليها، دي صورة ليها. شايف، عايز اقول لك بقى ال 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 هنقولهم تاني في الهاو تو داينوز، الليش بتاع البيجمنت، شايف البيجمنت اللي هو مغرق الدنيا حوالين الليجن ده، ده كله مع الميلانوما، الليفيتد ليجن واسيمتري للبوردر وفاريشن في الكالر، يعني وايتش وهايبر بيجمنتد وبراونش وبلاك، ده كله مع الايه، مع المالجنت ميلانوما ليجن. شايف ان الميلانوما دي بقى اللي بقول لك عليها يا باشا، دي اللي بقول لك عليها، ده اللي هو الليك بتاع البيجمنت في النيل فولد، نسميه هاتشنسون ساين. تمام، عارفين هاتشنسون ساين ده؟ شايف ده هوت عنده ميلانونيكيا، وعنده كان في ليش للبيجمنت، واتاخد منه بايوبسي والغرزه بتاعتها اهي. تمام، اوعى تمس، اوعى اوعى، دي حياه بني ادم، اوعى تمس. شايف المنظر، شايف المنظر، اوعى تمس. بص، مش ممكن الحقيقه، اوعى تمس، اوعى تكبر دماغك، اوعى تستسهل، مشكله مشكله. شايفين الليش بتاع البيجمنت؟ انا علمتها لك اهو، موضوع سهل مفيهوش مشكلة. هو غالبا يا دكتورة نانيس، غالبا انا شفتها كذا يعني، وهي نسبة 90% بتبقى نيفس يعني، لا قلق بإذن الله يعني. يعني غالبا هو يعني الدوكيومنتيشن بتاع الميلانوما في السن الصغير ده قليل قوي، فدايما الميلانونيكيا ده تأكدي بس مفيش دراج، مفيش ريبيتد ماينوس روما، وهي في الاغلب بتبقى نيفس. لو هي ثابته في يونيلاترال مثلا او في ظفر واحد او كده بتبقى نيفس. والله لو بتطلع كتير هتلاقي مثلا دراج، بتبقى ايديوباثيك نيوتريشنال قليل، بس يعني شوفي بقى دراج، خصوصا الازيثرومايسين بيعملها، فتاكدي بس انه مش دراج. تمام، الحاجات الليفي مازول والحاجات بتاعت المعده دي، ميترونازول والكلام ده ساعات برضو بيعملوها، فانا بقول لك بس عشان تتاكد ان هو ايه، مش دراج. من ضمن السايتس بقى اللي بتطلع على طول مالجنت ميلانوما ملهاش بريكيرسور، اسمها ايه؟ اسمها نودينر ميلانوما. على طول نديول محترمه طالعه، ما بتتفهمش ولا بتهزر. النودينر ميلانوما دي على طول نديول محترمه، لقيتها طلعت سسبيشن. ازاي تعمل السسبيشن بتاعك يبقى ازاي؟ على طول نديول محترمه، تلاقيها طلعت لزقت في وشك كده، تعرف على طول ان انت هنا يا باشا مع مالجنت ميلانوما، في حضره المالجنت ميلانوما، سسبكت على طول. هقول لك ازاي، بس انا بقول التايبز الاول. دي ميلانوتك مش تبعنا دلوقتي. في حاجه اسمها ايه هنا، جروس طولي فيرتيكال ميلانوما دي، او النوديا ميلانوما، على طول بتعدي الابيدرمال، الديرمو ديرمال جانكشن وبتاع، لا ودي هي البروجنوز بتاعها وحش قوي 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 النوديا ميلانوما دي. طيب، بعض التايبس بقى اللي هم الرير تايبس، الاميلانوتيك ميلانوما. هي الاميلانوتيك ميلانوما دي تشالنج يعني دايما ما فيهاش ميلانين، وايتش نديول او بليك، ويجي إلسوير، ويجي في الترانك، يجي في الليمس. عايز السسبشنس بتاعك يبقى عالي، والسنس بتاعك انا اشوف
او البيزل سيل كارسينوما يعني، يعني مش ايه اللي خلينا اقول يعني. فده بيبقى يعني عايزك سسبيشس قوي. اول ديفرنشال دايجنوز ليها الحقيقه هو البي سي سي، شايف ده اول ديفرنشال دايجنوز ده المنظر زي ده تمام، بينك ليجن كده وبتاع واللي فايند او البيزل سيل كارسينوما، هو ده فعل فعل is fixed drug permanent even with growing nail. هي ناحيه النيل فولد ولا الديستال يعني بتفرق، يعني ناحيه النيل فولد دي اللي هي suspicious شويه تمام. ودايما هو الميلانونيكيا زي ما نشوف كده لونجوديونال لاين هنا، يعني مش 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 بوينت او نقطه، دي غالبا تبقى تروما او واتيفر يعني بقى بين بقى وكده تمام. مهم قوي 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 الكلام عن ال طبعا بوجينيك جرانيلوما ديفرنشال دايجنوز محترم، خصوصا على الاير، الصوره اللي كانت على الاير دي ده ديفرنشال دايجنوز محترم. الاميلانوتيك ميلانوما هو بالاكسكلوجن، بس الحقيقه انت تبقى شاطر قوي لما يبقى حاط في دماغك الاميلانوتيك ميلانوما. احنا النهارده في كلامنا عن المالجننت ميلانوما اكتر منه كلام للنظري، لان يعني مش هيجي لك في العمل صعب شويه تمام. انا هفكر نجي لك مالجننت ميلانوما في العملي، بس الحقيقه هي حاجه عشان انت عشان الميديكال ليجاليتي بتاعتنا احنا، عشان التشخيص، عشان الشطاره، عشان 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 مليون الف حاجه تمام. المالجننت ميلانوما كمان من ضمن الانواع في حاجه اسمها كلير سير اكانسوتيك ميلانوما، ده بيجي ديستالي وبيجي في التشيلدرن، يبقى نودولار ليجن كده وبيبقى شبه الكلير سيل اكانسوما، يبقى ريدش تمام. في نوع طيب هنرد على حضرتك اهوت بس. طيب في انواع تانية كمان غير الاميلانوتيك ميلانوما، احنا قلنا الكلير سيل اكانسوتيك ميلانوما والفيرتيكال ميلانوما او النودولار ميلانوما. قلنا كمان الميلانوما الميوكس ميلانوما، ودي الحقيقه بتبقى يعني ربنا يعافينا البروجنوز بتاعها وحش جدا 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 جدا، الميوكس ميمبرين تمام، والريتينال والاي والاوكولار ميلانوما، والبروجنوز بتاعهم بيبقى بشع يعني تمام. شايفين المنظر، ربنا يعافي الجميع. طيب اشخص ازاي؟ انت عايز تسال السؤال المريع بقى. في حاجه اسمها بيبيتا الميلانوما، بس دي اكستريملي رير يعني تمام، فدي ما يعني ما 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 تاخدش وتدي معاها كتير قوي. النيونيتال ميلانوما فيري 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 رير. في حاجه اسمها سبيتس نيفس ميلانوما، ودي المالجنال تشينج بتحصل في السبيتس نيفس تمام، وبرده رير الحقيقه. انت عارفين سبيتس نيفس الريثيميتس نوديولز اللي بتبقى تيجي على اللور لمب بتيجي في التشيلدرن تمام، وفي مالجنال سبيتس نيفس ومالجنال ميلانوما بتطلع في السبيتس نيفس تمام. على فكره في حاجه اسمها كونجنتال نيونيتال ميلانوما، بس دي فيري فيري، عشان لو سمعت الاسم ده ما تتخضش يعني او بتاع وتقول ايه ده. طيب احنا ما سيبناكش كده عشان تشخص ميلانوما مع نفسك في الحياه يعني، لا حطوا لك قواعد عشان تشخص ميلانوما. قال لك اي بي سي دي، قاعده دي اللي هو الايه، الاي الايج تمام، الاولد ايج 40 ل 50 60 ل 70، ال 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 ال, ال, ال البي البوردر بتاع الليجن. البوردر بتاع الليجن دايما يبقى ايه، سكالوبد كده او نوتشد. البوردر بتاع الليجن دايما تلاقيه سكالوبد او نوتشد. اوريك انا اعرفك انا قصدي ايه في كل كلمه بقولها تمام. سوري انا قلت الايه الايج، لا هو الايه اللي هو الاسيمتري تمام. الايه الاسيمتري يعني نص بيبقى بشكل او نص بشكل فلون ونص تاني شكل، نص نودولار او اليفيتد او بليك ونص فلات او ماكلر تمام. تاني حاجه البوردر، البوردر تبقى سكالوبد او نوتشد تمام. change في الكالر، سي change في الكالر دي يعني ايه،
يعني الكالر فاريشن ما بين بلاك ليلو لتان لبراون بتاع، تلاقي انواع الوان كتيره كده، تبتدي ايه تشك وتقلق. تمام. طيب في حاجه تانية. الدايمتر، الدايمتر اكتر من 6 مللي على طول سسبيشس. تمام. الدايمتر اكتر من 6 مللي على طول سسبيشس، يعني بيكون عنده واحد عنده اكوايرد ميلانوسيليكيميا بس يبتدي مع العمر سن متاخر شويه يبتدي يحصل فيها التشنجز دي، لازم على طول هيستوباثولوجي، لازم هيستوباثولوجي. تمام. لازم هيستوباثولوجي او اي ميلانوسيتيك نيفس حصل تشنج في السايز في الشيب في الكالر في ال... ده اللي هو الجلاسكو كلاسيفيكيشن او جلاسكو تشنج جلاسكو فاريانس تشنج والسايز والشيب والكالر والبودر واوزنج كراستيشن انفلاميشن ايرثيما بتاع اي حاجه تحصل من دي، لازم لازم على طول اخد هيستوباثولوجي. والحقيقة الهيستوباثولوجي هنا مريح شوية، يعني انت عايز تاخد انسيجن خد، عايز تاخد اكسيجن خد، مش مشكلة، مش هيحصل، ما تخافش، مش هيحصل السبريدنج للليجن يعني لو انت خد انسيجن او ما خدتش اكسيجن، يعني اطمن. يعني الحاجة كمان عايز اقول لك عليها ان 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 عايزك تعرف عن الهيستوباثولوجي كلام بس محدد، يعني الملينجنت الميلانوسيتيك ليجن او الميلينجنت ميلانوما النست بتاعت المالجنانت ميلانوسايتس بتبقى بيحصل ايه الاول، يحصل هايبر اكتيفيتي على الدرمال والدرمال جانكشن كده وتبدا تتنطط، وبعد كده تبدا تعمل انفيجن للايه للابيديرمس وتعمل انفيجن للديرمس، ابدا اشياء ليمفوسيتك انفلتريت، ابدا الاقي اتيبيا ونيكرو اتيبيا وبتاع ميلانين داست، الاقي ميلانين ده بينتشر بيخرج من الخلايا وبينتشر في الديرمس، الاقي الاستوتيك تشينجز تبتدي تحصل، السيلولار اتيبيا بقى اللي انتوا عارفينها وفريكوانت مايتوزيس، النيستس ديت ما تبقاش بتبقى ايه يعني بتبقى ايه في في بتبقى برودر في 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 في, في البيس بتاعه التيومر، وطول ما هي بتطلع لفوق كده بتبقى ايه زي الطور يعني. تمام. كمان ما بتبقاش جنب بعضها، الكميه الميلانين مختلفه بينها وبين بعضها، ما فيش كونكشن بينها وبين بعضها. تمام. تعمل انفلتريشن للديرمز والابنديجز. تمام. دي من الحاجات اللي انا بشوفها في الهيستوباثولوجي لما اجي اسبخ، اسبخ بايه؟ اسبخ بحاجه اسمها ايه الاتش ام بي 45 والاس 100. تمام. الاتش ام بي 45 والاس 100 في كتير بس لازم تحفظ دول، يعني احفظهم عن ظهر قلب. تمام. الاتش ام بي 45 والاس 100 دول لازم تحفظهم عن ظهر قلب. طيب هو كده بس؟ لا والله. قال لك طب في ناس عندهم predisposing factor عالية جدا للإيه؟ في ناس عندها predisposing factor عالية جدا للإيه؟ للميلانوما، اللي هم إيه؟ عندهم familial history، عندهم CDKN2A2 ده جين اللي بيتضرب في حالة الماليجنت ميلانوما، المرضى دول بيبقوا فور سكين بلوند شعرهم ملون، تعرضوا لشمس على طول أو بوفا نروان immune suppressive agents. تمام. دي كلها من العوامل اللي بتاع، وقال لك المرضى اللي عندهم اكوايرد ميلانوسيتيك نيفاي اكتر من 100 دول ريسك، المرضى اللي ميلانوسيتيك نيفاي بتاعتهم بتكبر دول ريسك، عنده لينتج وهو بيكبر دول ريسك، عنده فاميلي هيستوري ده ريسك. تمام. كل المرضى دي بحطها في بالي، اضف عليها التشينج اللي انا بشوفها اللي اتكلمنا فيها دلوقتي، فبالتالي افكر ان ده سسبيشس للماليجنانت ميلانوما. لا مش كده وبس، ان انت بتشوف متخيل الماجنت ميلانوما دي سيكندريز من ميلانوما اوف ابارنت سايت من ماجنت ميلانوما، والحاجات دي دوكيومنتد لما تيجي تشوفها تلاقي سيكندريز ماجنت ميلانوما. تمام. وشخصوها انها سيكندريز ماجنت ميلانوما ومش لاقيين البرايمري ماجنت ميلانوما، مش عارفين يوصلوا له، او البرايمري تايب او برايمري سايت بتاع ماجنت ميلانوما مش عارفين يلاقوا. يعني القصد ان الماجنت ميلانوما حالات محيره جدا، والحقيقه لازم تبقى اوير قوي ان انا امتى ان انا احط تشخيص للماليجنانت ميلانوما. طيب في الورك اب اللي انا بعمله للمريض ده، انا حددت قلت للمريض ده اخدت له اكسجنال بايوبسي وسيفتي مارجن وعملت شفت الليمف نود ديتكشن بالكلينيكال اكزامينشن بتاع، اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ده يتوقف على البروجنوزس والستيجنج بتاع المرض ده. ايه هي البروجنوز والستيجنج بتاع المرض ده؟ الستيجنج بتاع المرض ده قال لك
قال لك انا عندي حاجه اسمها كليركس كلاسيفيكيشن وحاجه اسمها بريسلو كلاسيفيكيشن وفي جديد امريكان كلاسيفيكيشن. ايه هو الكليركس كلاسيفيكيشن؟ كليركس كلاسيفيكيشن ده اموره سهل وظريف كده. قال لك خمس حاجات. قال لك كونفايند للابيديرمس، واخده البابيلاري ديرمس، خدت كل البابيلاري يعني واصله البابيلاري كونفايند للابيديرمس ديرمودرمال جانكشن، لا خدت البابيلاري وصلت البابيلاري ديرمس، خدت كل البابيلاري ديرمس ده رقم 3، خدت الريتيكولار ديرمس، خدت الهول ونزلت للسبكوتينيس، الهول ابيديرمس والديرمس ونزلت للسبكوتينيس. دول الخمسه بتوع الكليركس. راح في الحقيقه البريسلو قال لك لا بالدبس كده بالصنف هحط لك اربعه. قال لك من زيرو من صفر ل 0.75 ده اول واحد ملي انفيجن، من 0.76 ل 1.49 ده 2، من 1.5 ل 3 ده رقم 3 ستيج 3، اكتر من 3 ملي في الانفيجن ده الستيج الايه الرابع، وسماها ايه بريسلو كلاسيفيكيشن. العالم الامريكان قالت لك لا لا احنا عايزين حاجه نحط تي ان ام كلاسيفيكيشن معتبر بقى، وحصل فيه موديفيكيشن في 2010 بس مش هنقول عليه عشان بقت صعبه ورخمه قوي، هنقول تي ان ام كلاسيفيكيشن البسيط. قال لك ايه؟ قال لك التيومر ستيج دول اللي هم تي 1 تي 1 2 3 4 حط جنبهم كل واحده من البريسلو اللي هو من 0 ل 0.75 من 0.76 ل 1.4549 من 1.5 ل 3 واكثر من 3 ملي، حطيتهم جنب الايه البريسلو تمام، وحطيت هنا ايه قسمتهم ازاي؟ قلت انا عندي تي ان ام كلاسيفيكيشن، قلت التي 1 2 3 4 تمام، وان 0 ان 1 وام 0 ام 1. طيب قلت ان اول ستيج دي اول ستيج في منها اي وبي هتاخد تي 1 وتي 2، ثاني ستيج في منها بي وسي هتاخد تي 3 وتي 4، سهله يبقى اول ستيج 1 و2، 1 دي خدت تي 1 وتي 2 يعني 1 اي تي 1 و1 بي تي 2، 2 اي تي 3 و2 بي تي 4، رقم 3 ورقم 4 خدوا النودولر والميد ديستانت ميتاستاس، سهله. طيب جميل جدا. الله طيب العيان اللي هو يعني لوكالي مالجننت او سوري اللي هو مفيش ديستانت ميتاستاس اللي هو كلاس ايه ده، لا انا هعمل له بس مجرد تشيست اكس راي، اعمل له مثلا سي تي على البرين، اعمل له على مش هعمل له مسح زردي بقى ولا هعمل له بتاع، اعمل له بس حاجات بسيطه كده، اعمل اكزامينشن للاورو للاورا الميكوزا بتاع امور بسيطه. طيب كلاس 2 و3 لا، كلاس 2 و3 ده عندك بقى، اعمل له مسح زردي، اعمل له سي تي، اعمل له حاجه اسمها ريفرس ترانسكريبت يعني اعمل له بي سي ار، اعمل له حاجه اسمها بوزيتون ايميشن توموجرافي، امسك بقى كل اورجان كده، لو في سيمتومز بتاعه مثلا شيست ديزنيا وبتاع مش عارف اعمل سي تي على الشيست، لو في السيمتومز بتاعه الجي تي سيمتومز اعمل كولونوسكوبي وبتاع، اعمل على البون سي تي تمام، واعمل بون سكان، اعمل راديو ايزوتوب، كل الكلام ده مع الثلاثة واربعة يعني واحد واثنين الحقيقه ما بيتعاملش معاهم قوي كل ده خلاص. طيب جميل قوي. طب ايه هي البروجنوستيك فاكتور؟ قال لك كل ما السن يكبر كل ما كان وحش، وهو كويس في الفيميل، الفيرتيكال جروس اوحش حاجه يعني النوديو ميلانوما ده اوحش دايموس، طبعا ما يكون فيه بلاد وليمفاتيك جروس بالتالي هيبقى وحش، مالتيبل برايمري ليجن وحش تمام. دي كلها حاجات للايه للبروجنوستيك فاكتور بتاعه الايه بتاعه الميلانوما. طيب اعالج ازاي مالجننت ميلانوما؟ اعالج ازاي المالجننت ميلانوما؟ اعالج ازاي المالجننت ميلانوما؟ طيب المالجننت ميلانوما الحقيقه اعالجها من الحاجات اللي هي الصعبه شويه يعني ربنا يعافي الجميع، مقرفه ومحتاجه طول بال ومجهود. الاول بتشخص صح وتاخد بايوبسي وتشوف الليمف نودز وتحط الكلاسيفيكيشن وتحط البروجنوستيك فاكتورز وتحط الصحه بتاعه المريض ده نفسها، الهيلث ستاتس بتاعه المريض في دماغك، وبتبتدي على هذا الاساس تعالج المريض. في الاول عايزك تحفظ في الوايد لوكال اكسيجن بتاع التيومر ده ان لو التيومر ده بريسلو 1 هتاخد له سيفتي مارجن 1 سنتي، بريسلو 2 هناخد له من 1 ل 2 سنتي، بريسلو 3 هيبقى من 1 ل 2 سنتي مع الادجوفان ثيرابي والراديو ثيرابي، الستيج 4 بريسلو هاخد له 3 سنتي وايت ريزكشن مع بقيه الحاجات الثانيه تمام. طيب سيفتي مارجن ده بالنسبه للسيرجري.
بالنسبه للليمف نود زمان كنا بنعمل ايه الكتيف ليمف نود او مش احنا يعني الجراحين بيعملوا او الاورام الكتيف ليمف نود ريسكشن ان هو يشوف كل شيء كل الفنود بتاع دريننج ايدج. قال لك والله المريض ما بتحسنش منها قوي فالسلكتيف احسن. لا مش السلكتيف بقى عن طريق عن جبهه حاجه اسمها سنتينل ليمف نود ده ايه بيحقن ضايف المكان بتاع التيومر ويروح اكيد هيعمل له دريننج في الليمف نود فياخد الليمف نود ويشوف الليمف نود دي يعمل لها بايوبسي تمام ويشوف هي افكتد ولا لا. لو افكتد بيشيلها مش افكتد ما بيشيلش بقيه الايه الليمف نود تمام. ودي ممكن تقدر تعملها انترا اوبرتيف ودي كويسه واحسن نتيجه اعلى وتديك وفيفربل للبروجنوزس تمام خصوصا لو هتدي له ادجوانت راديو ثيرابي. طب في الادجوانت ثيرابي مهم طبعا مهم خصوصا في ستيج 3 و4 الادجوانت ثيرابي ده مهم جدا في ستيج 3 و4. اول حاجه الكيمو ثيرابي زي الديكاربازين تمام ده اشهر حاجه بتتاخد. الاميونو ثيرابي البي سي جي والفاكسينيشن وبقيه الفاكسينيشن الانترفيرون الفا 2 اي تمام. في كمان الكومباينيشن ما بين البي سي جي والاميون ثيرابي. في كمان الحاجات الاحدث بقى اللي هي ان انا ازاي ان انا اعمل استيميليشن للبادي اميونيتي عن طريق ان انا اعمل استيميليشن للتي لوكسايتس او عن طريق ان انا اخلي التيومر اتسيلف يطلع لي بعض الانترفيرون يطلع لي انترفيرون الفا وطلع لي تيومر نيكروز فاكتور الفا سوري وانترفيرون جاما ودول بيهاجموا التيومر سيل عن طريق ان انا اخلي التيومر سيل ده يعمل اكسبريشن للهالة فبالتالي الاميون سيرفلانس او اميون سيستم يجي يحاربه ويشيله ويطلعه ويعمل له ريجكشن. دي كلها من الميثودز اللي هي يعني من الكلام الكتير مش هتكلم قوي على الحاجات الادفانسد بس بنقول الهايلايتس كده عن التريتمنت. كمان من الحاجات اللي هي ان هم قال لك الليمب بيرفيوجن ده يعزلوا الليمب اللي فيه الافكتد تمام ويدوا له جرعه عاليه قوي من الايه وياخدوا البلد ويرجعه له بجرعه عاليه من الانترفيرون والملافان تمام وده بالتالي مش هيعرضه للايه للهازردز بتاعه السيستم الكيموثيرابي. ال 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 الحاجه الثانيه ان قال لك والله لا ده في بقى نظام جديد حلو قوي ان هو والله بيحقن بعد ما شال الميلانوما بيعمل منها فاكسين ويحقنه ويروح للليمف نود وبعدين يجيب من الليمف نود دي ويحضر سوري بيحقن الميلانوما تروح للليمف نود يجيب الليمف نود دي ويحضر منها فاكسين ويبدا يحقنه المريض عشان الريكارنس ويقلل فكره او الريكارنس ريت اللي ممكن يجي المريض الايه المالجنانت ميلانوما تمام. دي الايديا كده سريعا. طبعا الراديو ثيرابي تمام ومن الحاجات اللي هي مش 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 كلاسيك قوي في المالجنت ميلانوما مش بيلجأوا لها على طول يعني كتير هي من الادجوانت ثيرابي هي الراديو ثيرابي تمام. طيب انتوا في نفس تسمعوا البيزل سيل كارسينوما ولا ما فيش؟ وارجو الرد سريعا عشان نلحق بس ان الساعه بقت وقت فيكوا نفس تقولوا لي بس انا فيا انتوا فيكوا ما انتوا ايه انتوا فعلا يعني اقول ولا ما اقولش هقولها. طيب انا هقولها سريعا هقولها في 10 دقايق البيزا سيكر سينوما لانها حاجه جميله صراحه نعوسنا انا صاحي من الساعه 8 صاحي من الساعه 8 نعوستي لو بسرعه وايه كمان ماشي لا انا كده خلاص هكمل. البيزا سيكر سينوما ايه يا عم بقى البيزا سيكر سينوما ده دي بقى البيزل سيل كارسينوما. شوف لك انت تخيل ان البيزل سيل كارسينوما ده ذا موست كومن مالجنانت تيومر في كل البوبيوليشن ذا موست كومن مالجنانت تيومر في كل البوبيوليشن. اي نعم هو مش هيموت اي نعم هو مش هيموت بس بيعمل لوكال سيجنيفيكانت ديستراكشن لوكال سيجنيفيكانت ديستراكشن. البيزل سيل كارسينوما ذا موست كومن مالجنانت تيومر كنا زمان بنقول عليه لوكالي مالجنانت بقت كلمه بايخه شويه فبنقول عليه ان هو ذا موست كومن مالجنانت تيومر elsewhere في كل البوبوليشن مش كده وبس
هو النيجليكتد تايبز بتاعته بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي لوكال ديستراكشن. طيب مين جدا ايه القصه؟ حته في المولكيولر بتاعه مش يعني الحته دي ادفانسد شويه. في حاجه اسمها هيدوك باسوي بيحصل فيه ميوتيشن في البي تي اس اتش جين على التسعة كيو خلاص، فبيؤدي للايه للاخ البيزل سيكرسنوم. في السن الصغير بتبقى امبريونيك جيرم سيل، في السن الكبير بتبقى مطلع من بلوري بوتنت سيلز. تمام. البيزل سيل كارسينوما بتحصل ازاي؟ في بروجنوستيك فاكتور، في بيديسبوزنج فاكتور طبعا طبعا، الفير والوايت ومش عارف ايه، البياض مش حلو اهوت ولا حاجه، والمريض بيتعرض كرونيك انترميتنت اكسبوجر للسن، فبالتالي يو في بي اكتر ولا يو في اي؟ ردوا عليا المره الجايه، يو في بي ولا يو في اي اكتر بيعمل مالجنسي؟ ماما مفكرين نتكلم عن الفوتوثيرابي بقى، مش فوتوثيرابي يعني الفوتو ديزيز يعني فوتو اكتيفيتد وال نتكلم عليهم مره بقى. طيب ال 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 اللهم صل على النبي. فزي ما بقول لك ان المريض ده بيبقى عنده في الهيدوك سونيك باسوي، ده حاجه كده في المولكيولر بيولوجي بتاع الكنترول بتاع السيل جروس، ويبقى عنده بي صح، بيبقى عنده مشكله شويه في البي 53 سبريسور جين، اللي هو بيخش يحط الجين في لما يحصل دامج من في الدي ان ايه من اللايت، يقول لا هو استني اعمل لي ريكفري وتعالي. لا المريض ده ما عندوش بي 53 اللي بيعمل ريكفري ده، فيحصل ايه اوفر جروس وما يحصلش ابوبتوزيس، والمريض هوب يخش في الايه في البيزل سيل كارسينوما. حتى الدواء الجديد اللي هو اسمه ايه اللي بيستخدموه دلوقتي اللي بيشتغل على هيدوك باسوي ده، فيديو اسمه ايه فيزمو دي جيب ده بيشتغل عليه اليومين دول عشان يبقى ده الصيحه للبيزل سيل كارسينوما. تمام. في المولكيولار بيولوجي حتى ادفانسد يعني مش تبعكم قوي. طيب ايه هي البريدسبوزنج فاكتور غير الصن؟ العينين من كرونيك ارسينيك اكسبوجر او انجيشن، العينين اللي عندهم ايه؟ اللي عندهم اولد سكار بيرن سكار، مطرح اللوبس بالجارز، شويه اللايك مش شويه اللايك يقطع يطلع فيه سكويمس سيل اكتر، الديسكويد اللي يطلع فيه سكويمس سيل اكتر، مطرح درمات فايبر ساركوما بيتروبانس يطلع انطوب عليها، النيفا سيبيش يطلع منطوب عليها، بس النيفا سيبيشنس بيطلع حاجه اشهر عليها، لا مش اشهر يعني هي والبيزل سيل اشهر اسمها سيرينجو سيستم اللي هو اللي فرانس. تمام. طيب دي في كمان بقى حاجه اسمها كونجنتال بيزل سيل، دي سندرومز تبع الجين ودرماتوليز، سندرومز زي الجورلين والبيزكس والرومبو سندروم والزيرو ديرما بيجمنتوز. طبعا احنا اتكلمنا عن زيرو ديرما بيجمنتوز قبل كده، عايز اقول لك بس مقتطف عن الرومبو سندروم. الرومبو سندروم ده عباره عن عيان عنده كونجنتال بي سي ومعاها هايبوترايكوزيس واتروفوديرما. تمام. والمريض ده الحقيقه بيبقى عنده هامبرز من البي سي سي. من ضمن الحاجات الثانيه حاجه اسمها بيزك سندروم، وده فوليكولار اتروفوديرما ومالتيبل بي سي سي، الزيرو ديرما بيجمنتوز سندروم، يونيلاترال نيفويد بي سي سي، ودي بتبقى يونيلاترال بليك كده وبيبقى معايا كوميدونز، والجورلين سندروم اللي هي الاشهر دي انا شفتها، الجورلين سندروم شفتها كتير، شفتها دي بيبقى عنده بانو بلانتر بيتس زي خرام في ايديه ورجليه، ويبقى معاه سكليتال ابنورمالتيز في فورم الجوش تيست، ده من الحاجات المشهوره، سي ان اس ابنورمالتيز، ويبقى معاه مالتيبل تايني بيزل سيل كارسينوما. كلينيك الاخ بتاع البيزل سيل كارسينوما ده عامل ازاي بقى؟ عنده اشهر نوع، هي انواع كتير قوي، اشهر نوع النوديول الالسر، ده واكسي نديول عليها سيرفيس لانجكتيزيا، اي واكسي نديول عليها سيرفيس لانجكتيزيا في البيت في الفيس بيزل سيل كارسينوما. المريض ده بيقعد فتره طويله قوي سنين عشان يتحول لايه؟ لنوديول الالسر، هي اول نوديولر، وبعد كده ايه؟ مرور الوقت تبدا النوديول اللي هي الواكسي او اريثيميتاس، ممكن تبقى سكين كالرد وسلايتلي هايبر بيجمنتد، ويبدا يحصل فيها سنترال السريشن تعمل لي الايه؟ ريزد ايفيرتد بوردر بتاعت الايه؟ رودنت السر. تمام. بنسميها الطيب على بعضه نوديولو ألسرتيف، ما بنقولش نوديولر وألسرتيف لوحده، هو نوديولو ألسرتيف طيب، وده أشهر طيب فيه. طيب
التايب التاني هو السلايتلي بيجمنتد تايب. السلايتلي بيجمنتد تايب او البيجمنتد بي سي سي، وده الحقيقه بيبقى الليجنز بتبقى شويه قريبه من الميلانوم على فكره، وبيبقى بس ده بيجي في سان اكسبوزد اريا، وممكن يجي في النوت اكسبوزد اي تمام. ومش كاركترستيك سايز ان هو سلايتلي هايبر بيجمنتد. السوبرفيشال سبريدنج لا، دي عنده زي ايه، زي بيبقى ليجن بيجي ريتيميتس ويل ديفايند بليك وموجود في الترانك مينلي تمام. والليجنز بتاعته البوردر بتاعته بتبقى ايه، زي الجرانيو انيولار كده بيبقى بيتد بوردر. ديفرنشال دايجنوز بتاعته الباون سندروم والاكسترا ميموري باجيت، من اكتر الاثنين الباون سندروم والاكسترا ميموري باجيت تمام. مش اكس ما طبعا الحاجات دي يعني، اللي هو باس فالجارس برده من الديفرنشال دايجنوز بتاعه بيجي في الترانك اكتر. النوع اللي بعد كده المورفيا تايب، ده سكلروز ديبريسد بليك كده والدايجنوز باي اكسكلوجن، يعني اللي انت ما عندكش فكره ان البي سي سي ممكن تيجي بسنجل ايزوليتد ويل ديفايند سكليروتيد بليك سكين تايبس كده او سلايتلي هايبو بيجمنتد، يبقى مشكله. في حاجه اسمها فايبر ابسوليوم اوف بانكس، ودي الحقيقه بتيجي في الاولد ايج، بتيجي في الباك، بتبقى زي باجو فورم يعني، بتبقى شبه السكين تاجز كده، بتبقى بس سلايتلي انديوريتد، وبتيجي في الباك بتاع الالدرلي بيرسونال تمام. انا قبل ما اوريكم الصوره هقول لكم الهيستوباثولوجي بيبقى ايه. النستس بتاع بازيلويد سيل، بازيلويد سيلز ديت بتفرق عن الايه البيزل سيل اللي هي الكولامنر والديبلي بيزوفيليك واللي بتاع. هنا البازيلويد سيلز ديت النستس بتاعتها بتبقى البازيلويد سيل دي ماشيه في نستس، وحواليها ايه الاستروما ارينجد في ايه في بارال روز كده، وحواليها ريتراكشن للاستروما بيسميه الريتراكشن بتاع الاستروما ده بيفتكروه ارتيفاكت، لكن هو الحقيقه ريتراكشن لللامينا او للاستروما اللي حواليها تمام. الليجنز بتاعت البازيلويد سيلز ديت بتاخد ايه، ممكن تبقى اندفرانشيتد وده بور دايجنوزس، وممكن تبقى ديفرانشيتد توورد الهير اللي هي كراتوتيك تمام، او جلاندولار بيبقى فيها جلاندولار ليجن ونيوسين وبتاع، او توورد البيجمنت. وهنا بقى بيبقى ايه، يبقى فيه مالتيبل بيجمنت في الكراتينوسايتس وبلوكليت ترانسفير للتيومر سيلز تمام. من ده في اللي هي الميلانوتيك او البيجمنتد بي سي سي. بطبيعه الحال ان الفايبروسوميو اوف فانكس او الـ او الـ او السكليروتيك بيبقى فيه دنس ايه فايبرس تيشو في الاستروما تمام، وكولاجين باندلز تمام. طيب على مستوى اللي عايز اوريك على مستوى الصور بقى، عشان ده حاجه من الحاجات المهمه جدا، الصور اللي تشوفها في البي سي يعني. شوف بص معايا بقى عشان ما تحفظ دي ايه، نوديلو ألسرتف، نوديلو ألسرتف تايب سيرفيس لانجكتيزيا او اكسي سكين كالر، بتطلع زي الباص الباص ده كده تمام. هو انا يعني معلش بقى ما فيش وقت ان احنا كنا نقول الدرموسكوبي بتاع الميلانوما والبي سي سي، يعني نقولهم بقى في مرات واحده. ده النوديلو ألسرتف تايب لوكال ديستراكشن نيجليكتد ليجن، دي البيجمنتد بي سي سي، شوف سيرفيس لانجكتيزيا زي ما انا قلت لك، وده نيجليكتد عمل لي ألسر ممكن يعمل ديستراكشن للانجل بتاع النوز للسايد وول بتاع النوز. شوفين الكاركترستيك ألسر بتاعها، شايفين المنظر، شايفين المنظر ده، احط فيها ميلانوك ميلانوما وانا مريح يعني. دي بقى نيجليكتد بشكل بشع يعني، شايفين نوديلو ألسرت بيجمنتد، بيجمنتد بي سي سي، حط فيها نوديلو ميلانوما طبعا، بيجمنتد بي سي سي، حط فيها ميلانوك ميلانوما اوكي. كراين هيدروستوما طيب. العلاج بتاع البي سي سي الحقيقه يعني على مستوى التوبيكال الحاجات الخمسه فيوراسي والايمي كومود والاندر يعني اريتيشن عالي قوي، وانا كده يعني عندي قاعده في حياتي ده مالينجنسي يعني، انا بشوف الكلام ده في حد يعني لو ده في حد مثلا من اهلي انا هل لسه هستنى اديله خمسه فيوراسي وايمي، لا انا الحقيقه انا هبعته براحه ويشيله بسيفتي مارجن و بتاع. قال لا اذا لو هيحصل ديستراكشن بقى او هيحصل بقى كوزموتيك
يعني باخد راي جراح تجميل الاول، لو والله ان الوضع هيبقى كويس ودي ما تتشال جراحه تبقى الوضع طيب تمام، ما كانش يبقى ممكن افكر في حاجات التوبيكال اللي زي دي. لو عندي مالتيبل او جولن او حاجات زي دي هيبقى صعب، ممكن اديه توبيكال سيستميك ريترايتس بيقلل الحجم بتاعها، ممكن اشتغل عليها كرايو او الكتروكوتري او حتى ابليتيف ليزر او فراكشنال سي او سوري فري هاند سي او 2 ليزر، بيجيب نتائج كويسه طبعا. تمام، وعملت حلقه او حلقتين كده يعني، وكان بصراحه نتائجهم رائعه يعني. كذلك الموز تكنيك، انتوا عارفين اللي بيشيل بالسي دايمنشن ده ويبعت يشوف فروزن على طول، ده من الحاجات الكويسه قوي برضو. الموز تكنيك بس مش بتاعنا يعني، اللي احنا عند كرايو والالكترو والتوبيكال والليزر، انترفيرون بقى والانتر ليوكين 2 والحاجات دي كلها الحاجات الجديده مش بتاعتنا يعني. يعني سوري لسه اندر ترايل. الحاجات اللي بتشتغل على الـ على الـ على البيج على المولكيولر بيولوجي كلها اندر ترايل، فما نقدرش برضو نتكلم قوي يعني. السيرجري طبعا هو ذا بيست اوف ذا بيست الحقيقه، انا عندي رايي، ولكن لو هو مالتيبل او حتى تعمل كوزموتيك ديسفيجرمنت او هي سمول قوي اقدر اعملها كراي او الكترو او ايفن حتى ايه دي مناظر كلها للسوبرفيشال سبريدنج. شايفين انا اقول بونز اقول اكسترا ميموري بادجت، ممكن تقول بقى لو انت يعني سمبل كده يعني والراجل طيب هتقول اكزيما ولا حاجه، اكزيما ولا حاجه تمام. الفايبروزنج طيب، المورفيا او الفايبروزنج طيب، دي الفايبرو بسيجيما اوف بانك ده شبه السكين تاك كده موجوده بس كبيره ورا ممكن دايما على الظهر. تمام طيب، اعتقد ان احنا كده خلصنا البي سي سي ودمتم في امان الله، وان شاء الله مش هتاخر المره الجايه نبتدي احداثه بالظبط باذن الله. واسف على الازعاج واسف على التاخير واسف على الاطاله، واشوفكم بكل خير وتصبحوا على خير. السلام عليكم.